أعزائي الطلبة، نحل الآن سؤال خاص بشابتر 10 هو المومنت اوف انيرشيا اوف كومبوزيت ارياز، حزم القصور الذاتي للمساحات المركبة. السؤال هو يقول لك find IX and IY، جد عزم القصور الذاتي حول محور X والآخر حول محور Y، وعندي مثل ما تشوفون الآن شكلين هنا، الشكل هذا في A وشكل B، عبارة عن plate، هاي steel plate أو wooden plate، any plate homogeneous، وعندي هنا في وسطها hole. ولكن شنو المختلف في شكل A وشكل B؟ في شكل A المحاور الـ X والـ Y هي في center الـ plate وcenter hole نفسها. ولكن في شكل B المحاور الـ X والـ Y هم مو في center الـ plate أو center الـ hole، ولكن مثل ما تشوفون الآن مبتعد عنه. راح عندي الـ H الـ plate هو 18 inches، وعندي الـ B العرض الـ plate هو 6 inches مثل ما تلاحظون الآن، وعندي الـ R hole نصف قطر مالتها اللي هو 2 inches. مثل ما تلاحظون الأبعاد الـ geometrical properties متشابهة متطابقة للشكلين في A و B، ولكن فقط التغيير في المحاور، في موقع المحاور. خلينا نوجد الـ IXA هي الشكل A اللي هو راح يكون عبارة عن جزئين. IXA، وخلينا نفرض فرضية قبل ما نبدي، راح نقول بما أنه ابتعد الجسم اللي هو الشكل الهندسي المركب ابتعد عن المحاور، فإذا راح يزداد عندي بالحالة الريديوس اوف جيريشن، وبالتالي راح يزداد عندي أيضا شنو؟ الآي. فالمفروض الآي في شكل بي يكون هو أكبر من الآي في شكل أي. خلينا نثبت هذا الكلام من خلال الحل مالتنا. الآي إكس أي راح يكون عندي عبارة عن جزئين في الشكل أي، اللي هو راح يكون عندي باستخدام البرر اكسس ثيورم. احنا هنا راح نستخدم برر، مثل ما تذكرون برر اكسس ثيورم اللي هي شرحناها في محاضراتنا، اللي هي طريقه نظريه المحاور المتوازيه. مثل ما تذكرون شرحنا بما انه هنا المحاور الاكس والواي منطبقه على السنترويد في البليت مع الهول، فاذا بالحاله اني راح اخذ بالنسبه للبرر ثيورم راح تكون عندي بهذا الشكل لجزئين اللي هي اي اكس للجزء المربع العفو المستطيل زائدا اي اكس للهول. ولكن ناخذ ننتبه لانه مو زائد هنا لانه ناقص لان هاي هول عندي، فهذا الجزء راح يكون للمستطيل وهذا الجزء راح يكون لمن؟ للدائره اللي هي الهول، ويساوي الاي اكس للمستطيل راح يكون عندي الاي اكس للسنتر سنترويد زائدا الاي اكس اللي هو من البارل اكسس ثيورم اللي هو عباره عن الاي الاريا بلس دي سكويرد. هنا راح يكون عندي دي اكس سكويرد. فالدي اكس هنا مثل ما تلاحظون بما ان المحاور منطبقه على سنترويد الشكل، فايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي دي ايكوال الى شنو؟ ايكوال الى زيرو.
plus A area A D X squared. هذا إما للمستطيل شكل المستطيل ناقصا نفس الحالة ناقصا شنو؟ ناقصا ال I X centroid plus A D X squared المن دي الدائرة. ولكن بما أنه المحاور منطبقة ال Y وال X على السنتر البليت مع الهول فإذا ال D X راح يكون عندي هنا شنو؟ راح يكون هنا عندي صفر زيرو حتى لا يختلط عليكم زيرو وهنا أيضا راح يكون عندي زيرو. فإذا ما الحالة هو عبارة عن فقط شنو؟ فقط السنترويد أي سنترويد المنديل المربع المستطيل زائد ناقصا الدائرة. فراح يكون عندي بي اتش واحنا نعرف بي اتش كيوب على 12 يكون عندي هنا سنترويد من الباك كفر او التكست بوك بي اتش كيوب على 12 ناقصا باي ار تو باور 4 اوفر 4 over 4. الآن راح بس بلق النمبرز اللي عندي ويساوي B راح يكون عندي 6 inches 18 inches cube ال H over 12 minus pi والR اللي هو 2 to power 4 over 4 which is equal to راح يطلع عندي الناتج اللي هو 2903.4 inch to power 4 okay inch to power 4 inch to power 4 okay. هذا بالنسبة للشكل A هذا الـ IXA. نيجي على الـ IXY العفو الـ IY الـ A راح يكون عندي بهذا الشكل. الـ IY للـ A راح يساوي عندي IY للـ A راح يكون عندي هو نفس الحالة هنا راح يكون عندي h b cubed over 12 ننتبه لهذا الموضوع h b cubed مو b h cubed h b cubed minus pi r to power 4 over 4 okay ويساوي راح يساوي عندي ويساوي ال H 18 في 6 كيوبد على 12 ناقصا باي في 2 to power 4 على 4 which is equal to 111.43 inch to power 4. إذن الناتج عندي هو هذا راح يكون بالنسبة ل IX وبالنسبة ل IY. المن دي الشكل في دي الشكل في A. طبعا مع الانتباه لانه بي اتش كيوب اوفر 12 هنا اتش بي كيوب اوفر 12 ليش؟ لان انا رددته حول الواي وبنفس الحاله هنا دي واي ايضا راح يكون زيرو لان هنا المحاور موقعها منطبق على موقع السنترويد للشكل المركب. الان نجي الى بي الى شكل بي واحنا مثل ما تذكرون فرضنا فرضيه قلنا الشكل في بي
المومنت اوف انيرشيا مالته راح يكون اعلى من المومنت اوف انيرشيا اللي هو في الشكل A. ولكن خلي نثبت صحة كلامنا من خلال الـ scalar analysis التحليل العددي. نجي الآن إلى IX للشكل B. إيش راح يساوي عندي الـ IX للشكل B؟ نفس الحالة راح يكون عندي باستخدام الـ parallel axis theorem، ولكن مع الأخذ بنظر الاعتبار أن السنترويد أن الـ axis location center مال الـ axis اللي أريد أوجد الـ moment of inertia حولهن هن ما منطبقات على السنترويد دي الشكل. لذلك الشكل الهندسي اللي هو المستطيل يبعد منتصف الشكل المستطيل عن الاكس اكسس بمسافه اللي هي 9 انجز، ونفس الحاله هنا منتصف عن الشكل عن محور واي هو يبعد نصف ال 6 فيكون 3 انجز. فاذا الاي اكس البي راح يكون عندي مثل ما يعرفون من خلال اطلاعنا على التيبل الموجود في نهايه الكتاب، راح يكون عندي بي اتش كيوبد على 3 اللي هو الاي اكس للشكل المستطيل ناقصا. الان راح استخدم بارلل ثيورم بالنسبه للهول، فراح يكون عندي ليش طبعا انا طبقت البي اتش كيوب على 3؟ منين جبتها؟ مثل ما تذكرون جبتها ايضا من البارول ثيورم اللي هي الاي اكسيد السنتر بلس الاريا، الاريا مضروبه في الدي اكس 9 انجز سكوير، فيطلع نفس القيمه تطلع اللي هي البي اتش كيوب على 3. ولكن الدائره راح يكون عندي الاي اكس السنتر للدائره بلس الاي area في dx squared. اوكي مرات احنا نسمي هذا dx هو الواي بار، ماكو فرق. ايوه المسافه اللي تبعد سنتر الهول عن محور x، وطبعا مثل ما تعرفون هنا dx هي تساوي 9 انجز. فاذا بلج النمبرز الموجوده عندي وراح يكون عندي هنا البي اللي هو 6 في 18 كيوبد اوفر 3. تلاحظون 3 هناك كان عندي شنو؟ كان عندي 12. ليش؟ لان انا بما انه ابتعدت عن السنتر مال المحاور زاد عندي شنو؟ المومنت اوف انيرشيا ناقصا الاي اكس سي هو نفسه الباي ار بيكون باي 2 تو باور 4 over 4 plus هنا عندي راح تكون الاريا هي الاريا للدائره. مثل ما تعرفون انتم الاريا للدائره راح يكون عندي فالاريا للدائره اللي هي باي ار سكوير، باي ار سكوير راح يكون عندي الاريا اللي هي باي r squared اللي هو 2 times ال dx اللي هو 9 inches square. فال ix b راح يطلع عندي ال ix 10633.6 inch to power 4. مثل ما قاعد تلاحظون تقريبا ما يعادل اكثر من يعني 3 اضعاف الاي اكس في الحاله اي. نجي على الاي واي للبي فراح يكون عندي بي اتش هنا راح تكون تختلف، راح تكون اتش بي كيوبد اوفر 3 لان محور هنا صار عندي محور واي وكانه انقلب ناقصا الاي اكس العفو الاي واي للسنتر اي واي سنتر المن
اللي هي طبعا دي الدائره الهول بلس الاريا مالتها في الدي واي سكويرد. والدي واي احنا مثل ما نعرفه هنا هو يساوي 3 انجز. اذا اي واي البي راح تساوي ال H 18 في 18 في 6 cubed over 3 minus pi، ونفسه راح يكون عندي ال I Y C او ال I X يلي الدائرة الهول راح يكون عندي نفسه اللي هو ال pi R اللي هو راح يكون عندي pi by r to power 4 2 4 to power 4 plus the area اللي هي pi 2 squared times الآن راح يكون عندي 3 inches. inches squared. three inches squared. تعوض بالأرقام فراح يطلع عندي I الواي راح يساوي عندي 1170.34 انج تو باور 4. مثل ما تلاحظون اعزائي الطلبه وجدنا ان الاي اكس للحاله بي والاي واي ايضا للحاله بي هم شبيههم الشكل في الحاله بي هم أكبر بكثير ما يعادل ثلاث أضعاف أكثر المومنت اوف انيرشيا في الحالة A. إذا كان فرضيتنا صحيحة وحلنا نقدر نستنتج أنه الحل مالتنا حل صحيح إن شاء الله. شكرا جزيلا.